ما
الضغط الحرق صحيح، كل حرف له غايه. فلما نيجي نقول اعوذ برب الناس تقرا بالايه؟ بالحرف. يبقى اول حاجه ياخد هيئه القاف، هيئه القاف حرف مفخر، فابتدي ايه؟ اضم اضم الفرق هكذا. الحرف المرقق قبل منطق الحرف اخد هيئه الحرف هكذا. يبقى ما بين قبلة وانتصالة يكون كلام الله سبحانه وتعالى، دي الهيئة ما بين قبلة ايه؟ وانتصالة. طيب فهنقول هنا قل، يبقى قبل ما اروح للنام اكون عملت ازاي؟ كده يبقى قل قل. طب ايه؟ كده اتدرب على ان انا ايه؟ او اقرا صح. يبقى احنا الايه هنا عايزين نقراها بخلاصه، يبقى لابد نتعلم الاول الايه الصح. هي الآية الصحيحة القبلة والابتسامة، القبلة قبل الحرف المفخم والابتسامة قبل الحرف المرقق وقبل الحرف التوقيت. يبقى دي محتاج تدريب لإيه؟ تدريب للفم واللسان والإدراك. يبقى عنده كده أتفاعل مع كلام الله سبحانه وتعالى حتى يستخدمني الله سبحانه وتعالى في قراءة قرآن. يبقى الموضوع محتاج إيه؟ تدريب. يبقى نتدرب مع بعض. يبقى نتدرب مع بعض. يبقى نقول إيه؟ قول قول، ما اقولش قول وما اقولش كل، كل يبقى من الاكل، كل لو اكل مجرد ان هيبقى خطا المعنى راح في حته ثانيه خالص. يبقى لو قلت كل هي نفس هو ايه؟ اصبحت تحولت القاف الى كاف. يبقى التفخيم مش حاجه ترفيه في القران، لا ده من غير الشغل ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم تعلمه من الله سبحانه وتعالى عن خمسة جبريل عليه السلام، وعلم الله سبحانه وتعالى الصحابه القراءه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم هيئه قراءه القران. ده له هيئه، من غير الهيئه دي القران يخرج عن مظاهره، ما بقتش حضرتك تقرا قران، حضرتك تبقى تقرا اي شيء اخر، تقرا جريده، تقرا اي صحيفه عربيه او تقرا اي قراءه ليس القرانيه. القران له هيئه مخصوصه. القران له هيئه مخصوصه اللي هو علم التجويد والقراءه. دلوقتي الهيئه المخصوصه. يبقى لو قلت كون صح، لما كون دخلنا بقى في ايه؟ يبقى او كو خلاص، اي كو ما ينفعش، لا لابد انك تاخد الايه الايه؟ الصحيحه لقراءه القران. الكلام ده مش للمقرئ، يعني الراجل اللي هيبقى مقرئ، لا ده الكلام ده لكل مسلم. حضرتك عشان تقرا القاف مظبوط لابد من الهيئه القرانيه للقراءه. واقرا امر لكل مسلم، الحديه وحضرتك وحضرتك ولكل وابناء الصغار الجميع لابد ان نقرا قراءه صحيحه بهيئه، اولا صحيح الهيئه القرانيه ما بين قبله وابتسامه، التفخيم والتبقيم. فلا القاف من حروف التفخيم وهي خص قاف القر، المجموعه الكلمه دي بيجمع كل حرف منها خص ضغط القسم، خاء الصاد والضاء والغين والطاء والقاف والقاف. والراء لها مضامها عندما تكون مفتوحة ومضمومة أو ساكنة وما قبلها، أقرب حرف لها فتح أو ضاء. دي حروف التفخيم. الراء إذا كانت ساكنة وما قبلها مكسور أو آخر حرف لها مكسور تكون مرفعة، أو تكون الراء مكسورة تحتها كسرة تكون أيضا إيه؟ مرققة. أو يجوز فيها الوجهين إذا كانت في حال مختلف وهكذا. فالراء لها أحكام مخصوصة. أهم حكم أعرفه الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة تبقى مرققة، إذا كانت مكسورة تبقى مرققة، أو ساكنة وما قبلها فتحة أو ضم تبقى مرققة. ساكنة وما قبلها أقرب حرف قبليها هي تابعة ليه، مكسور تبقى ايه؟ مكسور. واحيانا يجوز الوجهين، ولكن اذا عرفت دول بالنسبه للراء هتبقى ايه؟ صحيح. يبقى عرفنا حروف التفخيم خص ضغط القط، والراء اذا كانت مفتوحه او مضمومه او ساكنه وقبلها فتحه او قاف، والراء تكون غير ذلك ايه؟ مرققه، يعني اذا كانت مكسوره او ساكنه وما قبلها ايه؟ مكسور. طب لازم اعرف الكلام ده ليه؟ لازم لان عشان اخد هيئه القران حتى لا يتغير القران من
يعني كل لابد اخد الهيئه بتاعتها الصحيحه ليه؟ ليه؟ طبعا على هيئه قابله قبل ما اقول القاب عشان تطلع قاب صح يبدا طب لو ما خدتش الهيئه دي بقت كام؟ او بقت حرف مش اللي قالوا مصر حرف ما تعرفش كده لابد من اظهار وبيان القران وقرأناه وتقرأه على الناس على مؤمن يعني ايه؟ بيان هذا بيان للناس لازم تبين الحرف اللي بتقرأه لان حضرتك بتقرأ للناس تقرأ لنفسك وللناس لابد تسمع جرس الحرف وتبقى سامع بقى كده ده قاف والنجاح ده حرف ايه؟ هكذا كان اخبر النبي صلى الله عليه وسلم والمستمع للنبي صلى الله عليه واله وسلم اذا استمع اليه يستطيع ان يعوض الحروف في الكلمه التي يقراها من ايه؟ من استرسال في القراءه كان يقرا بوضع شديد واسترسال شديد واستغراق شديد لكل حرف من كتاب الله سبحانه وتعالى فالقاف طلع قاف مظبوطه والكاف طلع كاف ليه؟ لان هو ده لوحده وده لامانه فلازم حضرتك أول الأمانة أن تقرأ قراءة صحيحة لنفسك وللآخرين يبقى القاف نأخذ الهيئة الصحيحة مضروبة يبقى طب القاف لو هي مكسورة اللي هي الكسرة بكسر الشفة السفلى مع الاحتفاظ بالإيه؟ بالتفخيم يبقى زي المستقيم طب لو أنا يعني كلمة المستقيم بقى المستقيم يعني بقى كسرة مع ايه؟ مع التفخيم، طب لو انا خرجت من التفخيم يعني كسرة وما فخمتش تروح للكاف تبقى مستقيم كده بقت كده انما حتى فيها كسرة مستقيم تظل قاف تظل قاف مفخمة ولكن اقل درجات التفخيم لانها مكسورة ولكن تظل مفخمة ليه؟ حتى لا تميل الكاف وهكذا يبقى الهيئة بخصوص القرآن في غاية الأهمية عند قراءة ربنا يبارك فينا يبقى العين مرققة يبقى قول